بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أختي الكريمة، بيقولوا بعض الناس لأمثال الأخوات الفاضلات كوني ملحلحة. شو قصدهم كوني ملحلحة؟ كوني ملحلحة ولحقي حالك. الشاب اللي بترغبي فيه بمواصفاته موجودة أمامك، وقعيه بأي طريقة، لاحظوا بين قوسين، بأي طريقة، بغض النظر شو حكيتي، شو لبستي، شو تحركتي أمامه، كيف غمزتي، كيف كسرتي الكلام، كيف كذا، كوني ملحلحة. لاحظوا، كوني ملحلحة. وين وجدتي، كيف عرضتي نفسك أمامه، زي ما بقول بالإنجليزي it doesn't matter. وأنا بقول لك في المقابل، مش بس أنا، دين ربنا بقول لك في المقابل، ديري بالك، إياك أن تستمعي لأبواق الشيطان هذه. إذا بتوقعي بأي وسيلة بغض النظر عن حق ربنا فيها، غلط، حرام، صح، حلال، إلى آخره، بتكوني فقدتي أعز ما يمكن أن تملك المرأة، كرامتها وعفتها. إن فعلتي ذلك فأنت الخاسر الأكبر بكل المقاييس، دنيا وآخرة. فبترجاكي اللي بيقولوا لك كوني ملحلحة ولحقي حالك بأي وسيلة بغض النظر، ما تردي عليهم. المطلوب تحسبيها صح حسب قانون ربنا، وما حد يوقع بحبالك إلا بالحلال. بتكوني جد حسبتيها صح. ربنا يكرمك ويستر على بناتنا جميعا. سلام.